احنا نقدر ننفذ الاد روتيتور ده. قلنا لو جينا نزلناه دبل كليك على الاد روتيتور ده لان هو كنترول زي ما احنا شايفين كده ملوش منظر، هو شكله كده هيتعرض مكان صوره صح. في عندي تشوز داتا سورس، افتح كده الملف بيقول لي مفيش عندك اي داتا سورس خالص. داتا سورس يعني ايه؟ داتا سورس يعني مصدر، يعني مكان بيشد منه البيانات اللي هيعرضها، مكان بيسحب منه البيانات اللي ايه اللي هيعرضها. طبعا مفيش، لو اخترت طبعا نيو داتا سورس ديت، لو اخترت نيو داتا سورس فهو هيعمل لك اوتوماتيك يعني ايه يكريت لك هو الايه الداتا سورس اللي انت عايزها. فممكن يقول لك ايه يعني انت هتشتغل من ده، هتجيب البيانات بتاعت الاعلان ده من داتا بيز ولا من كلاسز انت عاملها، ولا اشتغلت باسلوب ال اي ان كيو ولا اوبجكت ولا سايت ماب ولا اكس ام ال فايل الى اخره. ده اسلوب لو انت عامل الحاجه وعايز تربطها بيه. خلاص كده؟ قلت له كانسل، احنا لسه مش عاملين ايه؟ يعني لا مش ايا كانت نوع البيانات، مش لازم تبقى في حاجات محدده. ودي مجرد بس هو كنترول معمول للاعلانات يعني بشكل واضح. الاعلان بيبقى عباره عن ايه؟ صوره. خلاص؟ لما بتدوس عليها بتوديك لمكان ايه؟ مكان تاني. صح؟ والصوره بتبقى واخده حجم معين. خلاص كده؟ ده في الشكل البسيط. ف ممكن انا احط، عايز احط مثلا عندي مجموعه من خمس مثلا اعلانات، خمس اعلانات او خمس صور، خمس اعلانات بخمس بيانات صح؟ وكل ما يخش على السايت بيطلع له منهم ايه؟ اعلان من الاعلانات اللي موجوده عندي. فاهمني ازاي؟ ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. خلاص؟ ما احناش بنعمل فلاشايا وعايزين نحطها جوه الموقع يعني. مش عاملين فلاشايا فيها شويه شغل كده بتحريك ومش عارف ايه ونحطها، لا مش بتكلم على دي خالص. خلاص كده؟ طيب على العموم انا عايز اضيف ملف اكس ام ال، فاجي من قائمه ويب سايت اد نيو ايتم. وادور هنا على اكس ام ال اكيد في الاخر اكس ام ال فايل. قال لي هتسميه ايه؟ ممكن اسميه مثلا ادفير. ماشي؟ مع الناس كده وادوس اد. ادي ملف الاكس ام ال. جميل جدا. ملف الاكس ام ال طبعا دي لغه بس بسيطه. خلاص لو جينا بس ناكد على اساسياتها كده قبل ما نبدا نشتغل عليها، هنلاقي ان اللغه دي بتبدا هي زي تاجات الاتش تي ام ال بالظبط. يعني ممكن ابدا مثلا لو انا مثلا على سبيل المثال بعمل داتا، همثل لك الملف كانه يعني ملف داتابيز مثلا. هي تاجات زي تاجات الاتش ام ال، عارفين الاتش ام ال بيبدا ب اتش تي ام ال صح كده؟ وبينتهي في الاخر بايه؟ بسلاش اتش تي ام ال كده. ومجموعه من التاجز، ويبقى في تاج هو الروت، ويبقى في تاج هو مين؟ هو الروت. بالنسبه لنا الاتش ام ال في ملفات الاتش ام ال، الاتش ام ال هي الروت صح؟ طيب لكن بالنسبه لنا هنا في الاكس ام ال، الاكس ام ال ما بتحددش اي حاجه، مفيش تاج ليه اسم، انت بمزاجك. لغه الاكس ام ال اصلا بتقول لك اعمل التاجات اللي انت عايزها. يعني مثلا لو انا مثلا بعمل حاجه تخص بيانات الطلبه، فممكن اعمل مثلا ستيودنتس واقفل في الاخر بسلاش ستيودنتس، بس اللي هو طبعا كيس سنسيتيف يعني. واقوم جاي بقى جوه نوت وعامل فاتح بقى ستيودنت وادي له خاصيه مثلا اي دي، والاي دي مثلا 20، واقفل في الاخر هنا بسلاش ستيودنت. خلاص كده؟ واقوم جاي هنا جوه الاي ستودنت اي دي دوت، وعندي مثلا ايه ستودنت نيم او نيم على طول، تاج اسمه نيم. خد بالك انا اللي بالف الايه؟ واللغه تقبل، مش عندها اي مشكله، المهم انت ماشي تبع القواعد يعني. خلاص نيم مثلا علي وسلاش نيم، واقوم جاي هنا مثلا كاتب مثلا سيتي
مثلا جيزة سلاش سيتي مثلا، اي حاجة مثلا. ايه الفون مثلا سلاش ايه فون والى اخره، خلاص. واقدر اعمل سولين تاني، بس لازم عشان السولين التاني لازم يكون بقى نفس الايه، نفس التاجز. ما ينفعش اقوم جاي كاتبه السولين وانا كاتبه حاجه تانيه مثلا، خلاص. اقوم واخد مثلا من دي كوبي واعمل بيست، بس اخلي ده الطالب مثلا رقم 21، واسميه مثلا اي اسم تاني. كايرو، وادي الواي رقم تليفون كده والى اخره، خلاص كده بقى. احط السولين تالت ورابع وخامس. اهم حاجه عندك بيبقى فيه روت، خلاص، ويبقى فيه هنا حاجه يعني بتتريبيت عليها، يعني بتكرر بيها كل مره حاجه اساسيه. طبعا مفيش اي مانع ان انا هم جاي عامل حاجه ثانيه غير السولين دلوقتي خالص، مفيش اي مشكله، يعني مفيش مشكله ان انا هم جاي مثلا، بس المهم في نفس الليل السولين ذات نفسه. ما ينفعش اجي فاتح هنا تاج تنهم كده، ما ينفعش، خلاص. لكن ممكن اجي نوت معين مثلا، او ممكن اعمل مثلا مش عارف، ممكن اقوم جاي هنا اعمل برانش مثلا واقفل في الاخر هنا بسلاش ايه برانش. ممكن انا فهمت طبعا ان التو ستودنتس دول فين، فرع معين، ممكن اديله مثلا الفرع دوت او في المجال ده او في اي حاجه، او مديله برضو ايه اي دي. على بس خد بالك الاي دي هنا في البرانش كابيتال، يبقى كل البرانشز تبقى كده، تبقى كابيتال كده، خلاص. فانت تبقى خد بالك يعني مثلا دي 1 مثلا، واقدر اعمل برانش تاني، واقدر تلاحظ ان ممكن تمشي بالاسلوب ده، خلاص كده. وطبعا الملف ده لما تيجي تسيف اقول له سيف مثلا على الديسك توب، ماشي. قلت له سميته اكس ام ال دوت اكس ام ال، او اسم اكس ام ال فايل دوت اكس ام ال، بس عشان ينزل دوت اكس ام ال ما يتغيرش، يحط دبل كوشن في الاول ودبل كوشن في الاخر عشان الامتداد بس ما يتقلبش تاني تي اكس تي، عشان الامتداد ما يتقلبش الى ايه؟ الى تي اكس تي. زادوا اكس ام ال فايل دوت اكس ام ال وسيفته، خلاص عندي. لو انا رحت دلوقتي عشان افتحه من عندي من على الديسك توب عندي مثلا، اهو بحدد انا هفتحه بانه برنامج، بس هفتحه باي براوزر مثلا، هيتعرض لي بالايه؟ بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هو عرضه كده، انت ممكن يكون مش عاجبك، مش مشكله. بس ده الاكس ام ال فايل. فهمنا فكرته عموما، فهمنا فكره الاكس ام ال. طبعا انا مش بشرح اكس ام ال، لكن انا بس بدي عنها نبذه كده بس عشان الكنترول مضطر ان هو يشتغل مع الاكس ام ال. هو انا لو جربت اكس ام ال ممكن يفتحه، قصدك اكسل؟ هيرصهم يعني؟ انا بقول ان انا ممكن مثلا افتح الاكسل واقوم جاي فاتح ملف اكس ام ال عندي ايا كان من ملف الاكس ام ال، خلاص كده؟ يعني خد بالك بقى الفكره اللي انا عايز اتكلم فيها بقى، اللي عايز اوضحه. انت اخترت ملف الاكس ام ال اللي انت عايزه وقلت اوبن، هيقول لك انت عايز تفتحه كتيبل ولا عايز تفتحه ريد اونلي ورك ومش عارف ورك بوك ومش عارف ايه والكلام ده كله. قلت له مثلا افتحه كتيبل، وفتح معاك فعلا الايه؟ ملف كتيبل. انا عايز اوصل بالكلمه دي لحاجه مهمه جدا، خلاص؟ ملف الاكس ام ال يعني رغم ان هو بسيط لدرجه بسيطه جدا، خلاص، فبدا يعمل ايه؟ بدا يعمل مشكله للناس، حتى الناس المبرمجين من كتر بساطته بقى مش عارفين يتحركوا فيه. يعني قال لك يعني اعمل ايه؟ اي كل تجاب بمزاجي كده، طب وبعدين يعني؟ وبعدين بقى ليه ما كانش قادرين الناس كانت المبرمجين في فتره مش قادرين يستوعبوها قوي، فبدا بعد كده قالت لك البرامج لا مش وبعدين. فبدات البرامج تقول لك والله انا ممكن استقبل منك ملفات الاكس ام ال، بس اعمل لي كذا بس بشروط معينه، خلاص كده. يعني مثلا ملف اسمه دوت اللي فات ده اللي هو الاكسل قدر يقبله على شكل تيبل، وفي ستودنت اي دي وفي ليه ستودنت نيم وسيتي ومش عارف ايه، وبدا يرص على سنية كانها داتابيز، كانها تيبل. مش ممكن، ده اكيد طبعا بيقبل كل الداتابيز بتقبل، بس انا عايز اوصل لحاجه ثانيه. بدات البرامج بقى اللي هي الثانيه اللي هي زي الفيجوال ستوديو والحاجات دي كلها، بدات تقول لك والله طب انا ممكن برضو اقدر اشتغل الحاجات دي باسلوب انا. بمعنى ايه؟ قال لك انا بدل ما تفتح الستودنت افتح لي تاج اسمه كذا واقفله باسم كذا، فاهمني ازاي؟ واداك هو شويه ايه؟
شروط على ملف الاكس ام ال، اعمل لي ملف فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لما تعملهم كده الكنترول ده هيقدر يستوعبه. وده اللي حصل معنا مثلا في المثال بتاع ادرو تيتور دلوقتي. ادرو تيتور ده عشان تقدر تشتغل عليه قال لي عشان اقدر اشتغل معاك صح تعمل ايه، ابدا ملف الاكس ام ال بتاعك بكلمه advertisements يعني اعلانات. ده نعم ادر معلش لا رجعوا لا هو بيفتح تاج وبيفتح تاج. قلت له اعمل لي ملف اكس ام ال، قال لك ماشي واحنا اتفقنا الاكس ام ال التاج بتاعه ماله اي ايه. طب ماشي لو افترضنا جبت غلط 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 بقى هيحصل ايه؟ الكنترول مش هيفهم، لان الكنترول ده قال لي اعمل لي ملف اكس ام ال بس بشرط. قلت له هو قال لي تعمل لي التاج اسمه كذا وتعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، والكنترول متظبط انه لما يلاقي الخاصيه دي يفهم ان انت عايز كذا، يلاقي الخاصيه دي يفهم ان انت عايز كذا، يلاقي الخاصيه دي اللي اخر. خلاص كده حلو. قوم جاي بعد كده اعمل ايه؟ قال لي كل اعلان عندك ده بقى القواعد بتاعت مين الملف ذات نفسه، قال لك تبدا بكلمه اد، يبقى كل اعلان هيتحط ما بين كلمه ايه؟ اد. خلاص كده. طيب مع الناس. بعد كده في عندي حاجه اسمها ايمج يو ار ال، طبعا ايمج الاي كابيتال ويو كابيتال. خلاص كده. وادي له مكان الصوره اللي عايزها تطلع في الاعلان ده. بس قبل ما اكمل بس اقول لك بقيه التاجز. بعد كده في عندي حاجه اسمها الترنيت تكست، اللي هو لو الصوره ما اتحملتش ايه اللي كتب مكان الصوره، وفي نفس الوقت لو وقف قدام فوق الصوره بالماوس هيطلع له الايه التكست اللي انت كاتبه هنا. خلاص كده. طيب في خاصيه تانية مثلا اسمها ايه؟ اسمها نافيجيت يو ار ال، نافيجيت يو ار ال يعني ايه؟ لما يدوس على الصوره ايه هيتنقل للمكان الفلاني. خلاص كده. طيب في خاصية تانية اسمها impression impressions، ودي هوضحها لكم لما اشتغل، مش هبان معاكم غير لما تشوفوها دي. خلاص كده. ده التنسيق بتاع الملف ده. التنسيق بتاعه بيبقى ماشي هو في الاساس اتفقنا اكس ام ال مفتوحه، لكن نظر لكل بقى تستغلها الشركات في ان هو يقول لك اعملوا لي بالشكل الفلاني وانا اقدر ابلعه واشتغل عليه، ابدا استقبله واشتغل عليه بالشكل ده، بس ادوني بالتنسيق ده، اديني الملف بالتنسيق ده اشتغل عليه. كل شيء تحدد المواصفات بالظبط كده. خلاص. زي ما انت مثلا بتقول ان انا او كنت بتقول ان انا عايز اخلي مثلا ناس تبعت لي ملف اكس ام ال بشكل معين. صح؟ فلازم تكون مثلا متفق معاه على اسماء الكولومز مثلا، صح؟ وبيجي سايبها اقول له سايبها مثلا ملف اكس ام ال وانا هاخدها اشتغل معاها بالاسلوب الفلاني عشان اقدر استقبل، لكن لو حط كولوم مثلا اسمه مختلف عن اللي انا عايزه مش هلاقيه، مش عارف اوصل له. ايه؟ ما قلنا ده هنوضحه بقى الامبريشنز ديت لما مع التشغيل، دي مش هتحسوها غير مع التشغيل، فانا هتكلم عليها وهي شغاله. خلاص؟ قول اتفضل. هو لا دول بس اكس ام ال بشكل لا ينفع تستقبل حاجه غير من جانب الداتابيز، بس عايز يبقى الداتابيز التيبل ذات نفسه يبقى ليه برضو التيبل ليه كولومز معينه ليها اسماء محدده. انا ممكن اشتغل على الادرو تيتور خالص واعمل انا كنترول على كيفي، يعني ممكن اعمل انا كنترول يبقى بقى، بس برضو هظبط في حاجات تبقى ثابته. ايوه طيب. هو الاكس ام ال عشان يشتغل على التيتور لازم يبقى التكست دي بالظبط كده. بالظبط. طيب هل يعني كل كنترول معروف الهيلب بتاعه مثلا التكست؟ طبعا. امال ايه؟ طبعا ولازم هو طبعا اكيد في الهيلب بتاعه كان مدينا، وما احنا عرفنا منين؟ عرفنا منين ان هو ما بيشتغلش بالاسلوب ده؟
خلاص مش خلاص ان ادرس الكتب بس هو اللي بيشتغل كده. اه لكن بقى الحاجات بتفرق، ما تبقاش حتى التكست كلها بتفرق، بس تفرق حاجات بسيطه اصلا. لا انا عايز اقول، انا عايز اوصل لايه؟ عايز اقول ان والله الاسلوب ده الطبع مش مع الكنترول ده بس، ده مع حاجات تانية كتير. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نخش متاهه، مثلا احنا عملنا ويب سايت فاضي صح؟ هتلاقي عندكم كلكم في ملف اسمه ويب دوت كونفج، دي الكونفجريشن بتاع الموقع بتاعك او بتاع السايت بتاعك. الملف ده لو جيت فتحته مثلا هتلاقيه عباره عن ايه؟ اه هو اكس ام ال على فكره فيرجن واحد، وما عرفوش يطوروه، هم قال لك انت جاي زي ما انت عايز، قال لك مش عارف اقول لك ايه اكتر من كده خلاص، فما عرفوش يطوروه اكتر من كده. هتلاقي الملف ده اصلا هو بيحط فيه الكونفجريشن بتاع الويب سايت كله صح كده، اتفقنا على كده؟ هو معمول برده بالايه؟ بالاكس ام ال، بس ما ينفعش مثلا هو ظابط نفسه انه يبدا بالكونفجريشن وينتهي بايه؟ سلاش كونفجريشن. وفي حاجه اسمها سيستم دوت ويب وسلاش سيستم دوت ويب، وفي حاجه اسمها اتش تي تي بي ران تايم، وفي حاجه اسمها فاهمني ازاي؟ ما اقدرش انا جاي له بقى افتح بعادل واقفل بسلاش عادل، مش هينفع. هو خلاص بقى يعني الملف ده لما بيترمي عنده على السيرفر بيقراه وبيعرف يقراه، بيعرف لما يكون كلمه كونفجريشن موجوده يبقى انا اقصد كذا، لما يكون كلمه اتش تي بي ران تايم وفي بعديها كلمه تارجت فريم ورك على 4.5 يبقى انا عارف ان هو شغال على الفريم ورك ده. ايوه بالظبط كده، زي ما قلت لك الملف ده التاجز دي خاصه بملف الويب دوت كونفج بس، لان الفكره كده خلاص. بس الملف خلاص بقى خد وضعه خلاص، ما هو خلاص يعني هو ملف السيتنج بتاعه الويب حاطه جوه ملف الويب دوت كونفج وبتشتغل بالتاجز دي. يبقى انت لو عايز تضيف تاج هتضطر تتعلم التاج دي معناه ايه. اه التاج بتعمل كذا، التاج بتعمل كذا، اللي هم بتوعه هو. اه بالظبط كده، فهمنا الفكره دي ولا مش واصله عند الناس؟ محدش بيرد عليا يبقى فهمناها. طيب طبعا بنفس الطريقه ممكن احط مثلا اعلان تاني، يعني خد كوبي كده واقوم عامل السكيما بتاعتي دي ايه؟ بيست. كفايه اعلانين خليهم ثلاثه مثلا خلاص كده. وعايز بقى ايه؟ اولا عايز احط فولدر احط فيه الصور بتاعت الاعلانات بتاعتي خلاص كده. بنعمل كليك يمين على اسم الويب سايت واقول له اد نيو فولدر خلاص، واختاروا اسميه مثلا ادفر برضه او ايمجز زي ما انت عايز، بس سميه ادفر عشان يبقى كلنا بنفس المسمى خلاص كده. خلاص سمينا ايمجز واطلع اختار لك اي صورتين ثلاثه كده من عندك اي حاجه. رحت خدت كوبي من عندي من اي صور موجوده عندي خلاص، قمت رايح تعمل عند ايمجز قمت عامل ايه؟ بيست اي صور موجوده عندي خلاص كده. طبعا لما ادوس على اي صوره دبل كليك بيفتح لك كده في الديزاينر يخص يعرض لك يعني الصوره مثلا. انا اعرض مثلا صوره اسمي صوره منهم تويتر ايه؟ ان نافيجيت ويو في يو ار ال. ال بتاع يو ار ال اسمه طبعا ماشي. مثلا ده مثلا هسمي الصوره الثانيه، انا هسمي الصور لان الاسماء بالنسبه لي مهمه. سيرش اسمي مثلا الثانيه الاخيره ايميل، يعني انت برضه حط ثلاث صور كده، واحده تويتر واحده سيرش واحده ايميل ماشي كده. ثلاث صور عندي، واحده اسمها ايميل واحده اسمها سيرش واحده اسمها تويتر. هاجي على الايمج يو ار ال في الاولانيه هقول له ايه؟ ايمجز، معناه ان جوه الفولدر اسمه ايمجز هتلاقي فيه تويتر دوت جي اي اف الامتداد بتاع الصوره خلاص كده. الالترنيت هسميها تويتر خلاص كده. النافيجيت يو ار ال الموقع اللي هيتفتح لو داس على الكلمه مثلا اقول له اتش تي تي بي كولون سلاش سلاش واقول له دبليو 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 دوت تويتر دوت كوم. سيبك من الامبريشنز خالص. نفس القصه بالظبط، اقول له ايمجز
مثلا دوت بي ان جي، بقول له مثلا ايه؟ جيميل. نعم. ايه؟ شكل ممكن تحطها، بس انا عارف ان الملف بتاعي بره اصلا. عملت نفس الشيخ بان. او نعملها افضل يعني، ممكن هو برضو كلامه صح، نعمل علامة اللي هي بتاعت ايه؟ اطلع للروت. المنظر ده عشان لو كان جوه ملف بره مش عارف ايه ما يحصلناش مشاكل. خلاص كده؟ ياهو مثلا ويخش على http://وميل.ياهو.com. خلاص؟ اخر صورة هحطها. ماشي. images اللي هو بحر تبع image بس داوي زي بس images، واقول له ايه؟ search dot png، واقول له مثلا ايه؟ ونافيجيت يو ار ال خلصنا الملف كده. في مشكله ممكن يكون عندي في الصفحه الرئيسيه في اد روتيتور بيشغل اعلانات معينه، اما في الصفحه الداخليه في اد روتيتور بيشغل اعلانات ثانيه مختلفه تماما، ملف اكس ام ال ثاني مختلف تماما، ولا ايه؟ لازم اكيد اقول للاد روتيتور، الاد روتيتور كنترول، اقول له انت هتشغل انه ملف فيهم، صح ولا لا؟ ولا مش معايا الناس؟ عشان ممكن يكون عندي صفحه يعني مثلا يعني طبيعي اعلانات الصفحه الاولى غير اعلانات الصفحه الداخليه. طبيعي هو اللي دافع مثلا حق اعلان في الصفحه الداخليه مش يبقى مش زي اللي دافع اعلان في حق الصفحه الرئيسيه الى اخره. اي حاجه. خلاص؟ فانا بفتح كنترول اللي هو اسمه ادروتيتور بتاعنا ده، لو مش فاكر احنا عملنا ايه؟ نزلنا بس ادروتيتور صح؟ يعني دبل كليك نزلنا اد ايه؟ ادروتيتور. في البروبرتيز بتاعته هلاقي ايه؟ في ملف اسمه ايه؟ advertisement file، عشان احدد فيه الملف اللي هو هيعرضه كايه؟ كملف اعلان. انت واخد بالك طبعا ان هو اساسي. اختار كده واختار الايه؟ الادفير.xml واقول له اوكي. خلاص كده اسيب واعمل كليك يمين واقول له ايه؟ view in browser. ادي الصوره الاولانيه. خلاص؟ طبعا بقف عليها المفروض يطلع لي الترنيت تكست ما بيطلعليش. ماشي، اعمل ريفريش. لقيت الصورة التانية، ريفريش، لقيت لي التانية، عادي بقى. لقيت الأولى، هو بقى إعلانات بقى عشوائي يعني. بعدين طلع إلى آخره. خلاص كده؟ طب لما أدوس مثلا على أي واحدة من دول، اللي بيحصل؟ يبعتني على البيج. يبعتني على البيج اللي أنت إيه؟ اللي أنت محددها كيو آر إل. خلاص ماشي. لاحظنا إن الصور أو الصفحة بتطلع الإعلانات فيها أولاً عندنا مشكلتين، حجمها بيختلف على حسب الصورة. يعني شايف؟ المشكله طبعا هيضرب الديزاين كله، صح ولا ايه؟ فانا محتاج اثبت. طبعا تثبيت الحجم ده سهل جدا، انك تيجي على الكنترول بتاعك، تخش على البروبرتيز بتاعتك وتحدد الويدث والايه؟ والهايت، بحيث يبقى فيكسد ويدث وهايت. مثلا ممكن اقول 250 بكسل في الويدث كفايه عشان يبقى الحجم يعني يعني معقول، يبقى بيكبر العرض على قد. مثلا انا ثبت كده ايه؟ قلت له 250 في الويدث كده. خلاص بقى المفروض المفترض ان كلهم ياخدوا نفس الايه؟ يعني مش يضرب بقى مني ويبقى حاجه كبيره وحاجه صغيره والكلام ده. زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده؟ كويس. دي طبعا بتحافظ لي على ايه؟ على الديزاين بتاعي. حاجه ثانيه لاحظنا ان في حاجات بتيجي كتير وحاجات ما بتجيش كتير وحاجات بتتغير، طبعا ده عشان عشوائي، عشان ايه؟ عشوائي. لكن لو انا جيت قلت ايه؟ في الملف بتاع ملف الاكس ام ال بتاعي ودخلنا على الامبريشنز وقلنا هنا مثلا 3 2 واحد. لا مش هي جت معايا كده والله، مش قصدي. 3 5 1 حلو كده؟ بقى معناها ايه بقى؟ معناها نسبة المشاهدة مثلا لو الملف ده اتعرض 9 مرات، يبقى المفترض ان الاعلان ده يطلع مرة، والاعلان ده يطلع 3 مرات، وده يطلع 5 مرات.
من حاجه يعني لو هي اه يعني لان طبعا ممكن يعني نناقش العدد ده بس هتطلع كنسبه يعني يعني النسبه ما بينهم هم الثلاثه الاعلان ده الى الاعلان ده الى الاعلان ده بيطلع بنسبه 3 الى 5 الى 1 يعني ايه عشان ما صعبهاش تبقى كلام كده رزيل بقول لو الصفحه بتاعتنا اتعرضت 9 مرات يبقى الاعلان ده ياخد حقه 3 مرات يظهر والاعلان ده يطلع 5 مرات من التسعة والاعلان ده يطلع مره واحده من الايه التسعة. احنا لاحظين طبعا المفروض يطلع كتير مين الايميل ومفروض يطلع بعديه مين السلام عليكم خلاص يعني لو احنا جينا جربنا طبعا هنحس بالفرق على طول لما نعمل ريفريش هلاقي تويتر طلع كذا مره واخد بالك بقى بيطلع كتير الايميل بيطلع كتير تويتر بيطلع كتير الايميل بيطلع كتير تويتر بيطلع طبعا تلاحظ ان مفيش ايه حتى الان لسه ما جالناش حظنا في الفرصه بتاعه ان هو يظهر من يظهر مين يظهر السيرش او ظهر كده بس يعني انا بجري فبيظهر نسبه قليله جدا بالنسبه لمين بالنسبه للنسبه بتاعه الايه الباقيين يعني خلاص معلش بس انا عايز ارجع للحته قلنا بس كل وقفنا على الملف اللي هو اد روتيتور بتاعي والبروبرتيز اختار الملف بتاعي على الاعلان والصوره المتحركه في هنا عندي صوره مثلا متحركه مثلا بيبقى فيها شكل شويه بيبقى على سن الاعلان دايما بيبقى معظمه الحاجات بتتحرك وكده يعني بس انا لو رحت كده على طبعا انا مش بتكلم على مش الناس تبقى فاهمه على فلاش فايل والفلاش بقى معمول عشان يبقى اعلان وتعرض وكلام من ده بس لو في صوره فيها متحركه يعني ما سميتها 1.jif ورحت على ملف الاكس ام ال وخليتها بدل مثلا من ياهو عشان بس تطلع كتير يعني فقلت له اسمها بقى جوه ايمجز اسمها ايه سميناها 1.jif خلاص لما بيخش على السايت اي حد فبيطلع يطلع له عادي يطلع له الصوره عادي لو اللي فيها اللي فيها الحركه بس لو الصوره هي متحركه يعني فهمنا فكره المتحركه دي طبعا لو كان ملف فلاش كان هيطلع بقى بالفلاشات اللي موجوده فيه يعني.